أكبر الله أكبر. حركتهم هذه للصلاة ليست للحرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا في الحرب ويصلون. أكل عمر كبدي. قد علمت واردة المسالح ذات البنان واللبان الواضح أني سمام البطل الشارع وفارج الأمر المهم الفادح. أنا غالب بن عبد الله الليثي، من يبارزني؟ اذهب إليه يا أرمس. أسير هرمز أسير هرمز أسير هرمز أسير هرمز. لا تؤذوا، فهو أسير لا حول له ولا قوة. لا شلت يمينك يا غالب، كنت فاتحة خير على المسلمين، أثلجت صدورهم وقويت عزائمهم وأوهنت عدوهم. من يبارزني؟ أنا عاصم بن عمرو التميمي. أنا لك. أخبروا هرمزان أن يهاجم ميسرته، فقد علمت أن بأس المسلمين في الجانب الذي به بجيلة.
أيها الرجال، إن جيش المسلمين في العراق في انتظاركم على أحر من الجمر. ولعمري فإن معركة من أهم معارك التاريخ في انتظار سيوفكم وفي انتظار دمائكم. أيها الرجال، لقد اخترتكم من بين آلاف المقاتلين لشدتكم وبأسكم ولأنني خبرتكم في ساحات الجهاد، ووالله ما خذلتموني قط. ونحن ما قطعنا هذا الشوط إلا لكي نصل إلى هدفنا الأسمى، وهو إعلاء كلمة الله عز وجل. الله! والله لو كانوا بمكانكم ثم أمسوكم لحسدوكم حظوتها وحاولوا أن يطيروا بها دونكم. فاصنعوا كما أصنع.
امدادات المسلمين تتوالى، امدادات المسلمين تتوالى، امدادات المسلمين تتوالى، امدادات المسلمين تتوالى، امدادات المسلمين تتوالى. ما الذي يحصل؟ ذو الحاجب يقتل والإمدادات تتوالى، ماذا يفعل رستم بحق النار المقدسة؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ تتالي الملذي ألهب حماس المسلمين وقوى من عزائمهم. وهل هناك من إمدادات جديدة في الطريق إلينا؟ للأسف لا يا عاصم، ولكن علينا إيهام الجميع بذلك. وكيف تنوي إيهام الفرس والمسلمين بوصول نجدات جديدة؟ الكتيبة التي قدمنا بها من الشام، خذها يا مطر بعيدا عن ساحة المعركة عدة أميال، ثم جعلهم يتوافدون على دفعات. بهذه الطريقة يتقوى المسلمون على أعدائهم وتقوى عزائمهم ويهن نجومهم. قل للأمير سنكفيه إياه بإذن الله. مطر، عليك برستم، هيا. علينا أن نفسح طريق اتجاه الديرة. أحدد قومي مضرحي ابن يعمر، فلله قومي حين هزوا العواليا فيولا أراها كالبيوت مغيرة، أسمن أعينا لها ومآقيا. الله
قتل قائد الجيش رستم، 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 قتل رستم. اللعنة عليكم أيها العرب.